مهمة في التضمير والمتابعة. راشد بن محمد بالسم المنصوري من خطف الناموس مع قصايد في أول الأشواط الصباحية، بينما المركز الثاني الشاهينية تتواجد لهجنة العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي من يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث الشاهينية الأخرى التابعة لهجني ند الشبة في عملية التضمير والتدريب. يأتي المضمر سالم بن سعيد في المتابعة والتدريب. المركز الرابع، هناك الشاهينية قادمة. إذا مشاهدين الأعزاء في المركز الرابع لهجن ند الشبة، بينما في التضمير سالم بن سعيد المركز الخامس. انتقل مباشرة إلى الشاهينية الأخرى من تحمل رابع خامس المراكز لهجن العاصفة والتضمير والتدريب لدى غياث الهلالي. المركز السادس وصلت شقرة الآن في هذه اللحظات، تعود ملكيتها لهجن الرئاسة وبقيادة ومتابعة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. سرابة قادمة لتحتل المركز السادس أو السابع، سرابة لاسم شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن سعيد بن حلوة الآن على المركز السابع والثامن. المراكز وصول من قبل شمعة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان. يأتي علي بن سعيد بن بروك الهوهيبي في عملية التضمير. المركز الثامن هذه اللي وصلت مشاهدينا الاعزاء مقصصه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، عمليه التضمير والتدريب لدى سعيد بن عبيد الحميري. اما المركز العاشر تصل الشاهينيه التابعه لهجن العاصفه من تتواجد على عاشر المراكز والتضمير لدى غياث الهلالي. ها هي النتيجه مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل في مستوى هذا الشوط، في ظل التنافس الجميل، في ظل التنافس الاصيل لتسير هذه الذلل بحثا عن الناموس، بحثا عن الانتصارات، بحثا عن ما يدور في أرضية هذا الميدان من تنافس، من تحدي، من لقاء. ولكن عودة إلى الصدارة والقمة، إلى ملوح، لا زالت هي المسيطرة، لا زالت هي المتقدمة بشعار هجن الرئاسة على قمة الشوط، على قمة الناموس. التضمير والتدريب يأتي هنا المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري مقدما وحاضرا بوجود هذه النخبة من الحول في أرضية ميدان المرموم. المركز الثاني الشاهينية تتواجد على المركز الثاني، تعود الملكية بشعار هجن العاصفة، بينما في تضميرها وتدريبها يأتي غياث الهلالي من يتواجد الآن على المركز الثاني. النقلة إلى الشاهينية من تحتل المركز الثالث بعد أن غادرن الثنتين، بعد أن غادرن الثنتين مع الكادر الأول إلى مجريات وتحديات الشوطة. الشاهينية لهجن ند الشبة تحتل ثالث المراكز، يضمنها سالم سعيد. المركز الرابع بدأت تتسلل شقرة، الشقرة لهجن الرئاسة بدأت الآن تأخذ موقع آخر ومنحنى في هذا الطريق مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هنا تتقدم في ثنائية لمستوى هذا الشوط. المركز الخامس الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. المركز السادس تصل الشاهينية معلنة عن تواجدها في مستوى هذا الشوط لهجن ند الشبة. التضمير والتدريب لدى سالم بن سعيد. المركز السابع سرابة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم في التضمير والتدريب. ياتي محمد بن سعيد بن حلوه مقصصه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. ثامنا المضمر سعيد بن عبيد الحميري. شمعه في المركز التاسع لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف النهيان وعلي بن سعيد الوهيبي في التضمير. الشاهينيه عاشرا لهجن العاصفه مع المضمر غياث الهلالي. ها
هي النتيجة والأسماء التي حضرت حتى هذه اللحظات في تنافس ومستوى هذا الشوط مع تبادل المراكز وتبادل المواقع، ولكن المركز الأول لا زالت ملوحة، لا زالت ملوحة، هي من تقود هذه الأسماء، هي من تقود هذه المجاميع، ملوح 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 في المركز الأول، تروح في الشوط الأول تتقدم، هذه أمامكم على الشاشة لهجن الرياسة، هي المتقدمة حتى هذه اللحظات بعدما قصت قصايد بيت الشعر الأول في الانطلاقات الصباحية، تأتي هنا ملوحة لتضيف ولتكرر الإنجاز حتى هذه اللحظات مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الثاني، المركز الثاني. إذا مشاهدينا الأعزاء تتواجد الشاهينية بشعار هجني العاصفة، التضمير لدى المضمر غياث الهلالي، والمركز الثالث واصل شقرة، شقرة تتقدم في هذه اللحظات لهجن الرياسة وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بو النشمي يتقدم، بو النشمي 1200، وين وصلنا يا ابو سلطان؟ 1200 على خط النهاية حتى هذه اللحظات، والمركز الأول ملوح ملوح ملوح، لا زالت على القمة، لا زالت على قمة هذا الشوط. هاي ملوح امامكم مشاهدينا الاعزاء، بدت تنفرد بالمركز الاول، بدت تنفرد بالمركز الاول، وكذلك الشقره تنضم رديف لها ووصيفتها حتى اللحظه في ثاني المراكز لهجن الرياسه، الشعار الحمر، الشعار الخطر، مر وعبر في هذه المنطقه في هذا المكان. المركز الثالث الشاهينيه بشعار هجن العاصفه تتواجد على المركز الثالث مع غياث الهلال، ولكن شوف يا ملوح وين راحت، شوفوا يا متابعين، يا جماهير هذا الشعار، يا جماهير هذا الشعار على المنطقة الأولى، منطقة التحدي والناموس، ثانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، والقائمين على هذه المؤسسة العملاقة دائما في كل المشاركات في كل المنافسات الداخلية والخارجية، حيث يتقدم الشعار، يتقدم المستحيل راشد بالسم المنصوري خاطفا هذا الناموس الثاني في انطلاقات هذا الصباح بعد تقديم العروض الجميلة والمميزة، المميزة والمستحيلة، مع المستحيل ملوح 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 تقدمت بعد أن قدمت قصايد الشوط الأول الرئيس للمحليات الأصايل، ملوح ملوح الآن تأتي مع الشوط الثاني والخاص بالمهجنات الأصايل بدون أي تعليمات، تنتزع المركز الأول، تذهب بالتحية والسلام لشعار هجن الرياسة ومحبي هذا الشعار. المركز الثاني وصلت شقرة لهجن الرياسة تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث أيها الحول الكريم كانت الشاهينية بشعار هجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة، المركز الخامس الشاهينية بشعار هجن العاصفة. هكذا مشاهدينا الأعزاء الأسماء القادمة والتي حضرت في منافسات هذا الشوط، عودة إلى التوقيت الأفضل والأجمل حتى اللحظة، ملوح بدون أي تعليمات، هي من قادت المسار، قادت التحديات إلى خط الأمان وبر الناموس بتسع دقائق 21 ثانية، جزئين من الثانية لتحقق الانتصار والتوقيت الأفضل. تهنية لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، وتهنية للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. 9 دقائق 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية، حلت شقرة بالمركز الثاني أيضا بشعار هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الشاهينية في المركز الثالث لهجن العاصفة، تهانينا والناموس كذلك للمضمر غياث الهلالي على هذا الأداء من خلال مشاركته الشاهينية، وحلت في المركز الثالث، توقيتها زمني أمامكم على شاشة التلفزيون مشاهدي الأعزاء، 9 دقائق و39 ثانية و7 أجزاء من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للزمول المحليات الأصايل مباشرة.